الدكتور ايزت ابو اوف الله يرحمه كنت بتفرج يوميا بالليل على مسلسل بتاع الزعيم عادل امام عوالم خفيه ام سوري عفاريت عدلي علام كنت بتفرج على الدكتور ايزت ابو اوف وهو بيمثل فانا في حاجه كده جت في دماغي قلت هو انا ليه لحد دلوقتي لسه ما رسمتش دكتور ايزت ابو اوف فقررت ارسمه ودخلت قعدت اقرا عنه شويه وقلت انا تاني يوم الصبح ان شاء الله اول ما اصحى هرسمه اول ما صحيت سمعت خبر وفاه الدكتور ايزت ابو اوف انا فضلت ساكت شويه مش عارف انا اعمل ايه بس يعني اشاء قدر ان انا ارسمه والحمد لله رب العالمين هي احسن رسمه انا عملتها لحد دلوقتي دكتور ميرفت يا دكتور ميرفت